بس كده. دي بيبر بتتكلم عن الاكتف والباسيف ميجرز بتاعت سيمز يا جماعه. خلاص ده المنظر بتاع الستاندرد بتاع مين؟ ده ستاندرد سيمز هايبريد برنر، ده في التوب اللي فوق ده، ده الستاندرد بتاع سيمز. اللي تحت بقى اللي هو ايه؟ ويز سي بي او اكستنشن. طبعا البرنر فوق هو تحت، ولكن الفرق هنا ايه؟ اكستنشن اهو اسمه سلندريكال برنر اوتلت. خلاص؟ دي حاجه من ضمن الايه؟ من ضمن الحاجات اللي بتعمل تايم لاج، حتى كلمه تايم لاج باينه في الشرح هنا ايه؟ كونفكتيف تايم لاج. فعلا كلمه كونفكتيف اللي احنا كنا بنقول عليها في المحاضره ايه؟ ترانسفير تايم. لا كونفكتيف تايم لاج اللي هو تاخير الوقت او اطاله الوقت او اطاله مده الكونفكشن اللي هي الحمل اللي انت بتحمل فيها ذره الوقود، ابتداء من خروجها من الفرن لحد ما تدخل عند الفليم. خلاص؟ بتزيد بسبب زياده المسافه دي. ده بالنسبه للاي بي او. للسي بي او سوري انا اسف. بالنسبه بقى للاي بي او واضح هنا الارنجمنت بتاع الايه؟ بتاع الفواني في الغرفه. لو انت ظهرك للتفريع او وشك للغلايه بقى. الفونه رقم 24 لا انا اسف. الكلام ده لو انت وشك للتفريع وظهرك للغلايه. الكلام ده لو وشك للتفريع وظهرك للغلايه. ايوه كانك في الغرفه والبرنرز في وشك. تمام؟ هيبقى 24 اهي. 1 2 3 وانت ماشي لحد ما تدخل فين؟ على 24 تاني. انا هكسى عقارب الساعه؟ تمام؟ هكسى عقارب الوقفه. ما انت بقى خليك في ايه؟ خلي بالك من الوقفه عشان ما تلخبطش. لو تلاحظ هنا المخرج بتاع البرنر ماله؟ عدل كده. لو انت ميلته سنه هتحس بايه؟ دايره وحاجه ثانيه داخل الدايره، الرسم الهندسي بقى. تمام؟ اهو. يعني ده كانه ايه؟ مايل كده. وده باصين لبعض. يعني باصين لبعض. وده وده باصين لبعض، وده وده، وده وده، وده وده. كام زوج بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا بقول لك ايه بقى؟ Arrangement of 8 ABO pairs. في 8 بير من الـ من الـ من الـ ABO construction فين؟ في الفونيا. كل اثنين جنب بعض، عامل كام زوج؟ عامل 8 ازواج. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لحتة الـ ABO اللي شرحناها. عملوا طبعا احصائيات وشوفوا ايه الاستفاده من الموضوع. سيبنا من ده دلوقتي، ده موضوع الساعه ده بقى. الاحصائيه هنا بتقول لك ايه بقى؟ هنبص على الشارت ده كده ولا في الشارت التاني برضه؟ بس الحاجة فرعية نبقى نبص عليه الأول. الحتة بتاعت ال لما اتفقنا ان السي بي او يا جماعه كان على كام واحده؟ كام فونيا من ال 24؟ 20. 20. بص كده على الشارت ده هتلاقي عامل علاقه بين ايه؟ بين الستيجز بتاعت التعديلات، مراحل التعديل، وبين حاجه اسمها الريلاتيف باور اوتبوت، الزياده في نسبه الباور. الباور كانت 100% لما انا كنت بيز لاين اللي هو الخط الاساسي قبل ما اعمل اي تعديل. لما حطيت 10 سي بي او، حطيت السي بي او في 10 ثواني بس، حسنت العمليه من 100% ل 104.5 مثلا او 104. يعني السي بي اوز لما بقت في 10 زودت لي تقريبا 4 ل 5% من الباور اوت. تمام؟ لما زود وخلاها 16 تمام؟ العمليه زادت اكتر، وصلت لحد تقريبا 7% زياده. يعني انا مثلا من غير السي بي او خالص هو من غير السي بي او خالص انت بتطلع الباور بتاعت الوحده بتاعتك. لما بتحط السي بي او، ايه تاثير السي بي او والحاجات دي على الباور؟ انت ما انتش قادر ترفع الباور علشان الباور بعد كده هتعمل هامنج والدستروي، يعني الدستراكشن هيبقى اعلى، التدمير هيبقى اعلى لو انت شغلت على احمال عاليه، فتبقى انت ممنوع زي لما كان بيحصل عندنا هامنج على احمال معينه يروح عامل على الوحده ايه؟ لود ليميت. يقول لك الوحدة الفلانية دي ما بتطلعش على 230 عشان الهامنج. تمام؟ طب عشان انت تصلح الموضوع ممكن تخليها تطلع على 230. هم صلحوا عن الموضوع خلاها ايه؟ تزيد يعني بأمان. يعني دي سماحية مش بتزود فعلا. سماحية بس. لا سماحية ان انت ايه تزود، ما انت ليميتد عند 250 ميجا مثلا.
معنى التعديل ده ما بيزودش. ما بيزودش لا، لان التعديل ملوش دعوه بالباور. الباور كل العلاقه بتاعتها تعديل في ديزاين الريش، تعديل في الفلو ريت، تعديل في الفيول، بالك ده اللي بيزود الباور. لكن الليمتس بتاعتك اللي بتحد من عدم زياده القدره، انت بتشيل الليمتس دي انك بتزود استقرار الاحتراق. خلاص زودت بقى 16 زادت النسبه، زودتهم بقى 20 زادت لحد 109 تقريبا. لقوا ان بعد كده اي زياده مش هتعمل حاجه. الزياده الاخيره دي اللي انت شايفها اعلى دي، هم نفس ال 20 بس معاهم حاجه اسمها اكتيف انستابيليتي كنترول، يعني ده باسيف ميجر ومزياده عليه حاجه اسمها الاكتيف ميجر، هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. خلاص ده تشارت بيوصف ان ايه الزياده او تقليل الريستريكشنز على رفع الباور نتيجه تحسين عمليه الاحتراق واستخراجها. تعالى كده نشوف التشارت التاني ده. التشارت اللي كنا بنتكلم فيه كان خاص بالسي بي او، ده خاص بالاي بي او. برضه البيز لاين قبل ما اعمل اي تعديل كان 100%. تمام الكلام ده بالاي بي اوهات بس، بالاي بي او بس. عملت انت 10 اي بي او. تمام؟ 10 باي بي او اللي هم 10 ازواج يعني. او 10 سوري انا اسف، 10 فواني. يعني 5 ازواج، تمام؟ عملت 10 فواني كل اثنين يبصوا لبعض. زودت عندك العملية تقريبا 2%. زودتهم خليتهم 8 يبصوا لبعض، 8 ازواج، كانوا 16 واحدة يبصوا لبعض، زادت معاك. عملت 16 اي بي او. تمام؟ 16 اي بي او عملوا معاك ايه؟ 109 107 مثلا. 18 اي بي او هنا السيمتريك دي نسيت اقول لكم على الحته دي برضو. جيب الرسمه الثانيه دي ظريفه قوي، هتبقى شبيهه بالدمبر بتاع الروتيشن، الروتيشنال اوسيليشن. الرسمه بتاعت الاي بول اللي كنا جايبينها من شويه اللي هي دي. لما احنا بصينا هنا يا جماعه محدش لاحظ حاجه معايا؟ اثنين وبعد كده فاضي، ثلاثه وبعد كده فاضي، ثلاثه وفاضي اكبر من الفاضيين اللي قبل كده. يعني في عدم تماثل في توزيع الاي بي او. هو الراجل لما كان عامل في التشارت اللي احنا كنا جايبينه من شويه بقى، كان عامل حالتين فيهم انت بتستخدم كام اي بي او؟ 16 اسيمتريك برنر اوتلت، يعني 8 ازواج مختلفي الايه؟ التوزيع. هنا 16 وهنا 16. وسبحان الله الفرق بينهم ماله؟ كبير. الزيادة اللي هي عندها اللي الكمية دي كسبتها منين؟ من ان انا نفس ال 16 بس بدل ما اوزعهم اثنين ورا اثنين ورا اثنين ورا اثنين ورا اثنين. يعني اعمل كام فونية؟ 16 فونية والثمان فواني اللي فاضلين اسيبهم عدلين. لا قال لك لا، انت تعمل 16 فونية بس تعمل اثنين وتفوت اثنين، وبعد كده تعمل ثلاثة وتفوت اثنين، وبعد كده تعمل ثلاثة برضه بس تفوت أربعة. تعمل خلل في عملية الإيه؟ خدت بالك؟ اللي هو بحيث ان انت لما يحصل عندك روتيشنال ويف، الويف هتمشي تلاقي اثنين ضد بعض، شوية وتلاقي اثنين مفتوحين، شوية تلاقي ثلاثة، شوية تلاقي حتة فاضية، ثلاثة تانيين بس الحتة الفاضية أكبر. فيحصل أثناء دوران الويف لما احنا حطينا ديت في القلم وقعدنا نلففها كده، أثناء دوران الويف بتلاقي الويف بتعدي على مطبات. المطبات دي بتعمل إيه؟ بتعمل دامبنج للويف علشان لما تكمل دورة كاملة ترجع مهبوط حيلها للمنطقة الأساسية فما تكملش السايكلز بتاعتها. تمام؟ لما زود هو كمان شوية اي بي اوهات، تمام؟ اللي هم ال 18 واحدة بقى، هو طبعا المفروض يكتب هنا اسيمتريك برضه لأنه هيوزع بعد كده 18 اسيمتريك. لأن ال 18 اسيمتريك الزيادة، يعني الزيادة الاثنين ما عملوش إيه؟ ما عملوش حاجة، خلاص يعني أي زيادة بعد كده ما بتعملش حاجة. تمام؟ فلذلك ممكن تلاقي الاي بي اوهات زي السي بي اوهات كده، مش شرط تكون مغطية الرينج بتاع الإيه؟ بتاع الترينج كله. هنا بقى علشان يزود اكتر استخدم برضو ال 18 اي بي او وزود معاهم السيستم اللي هو بتاع الاكتيف انستابيلتي اللي هتشرح لوحده. انا بتكلم بقى هو بيجمع الباسيف مع الاكتيف مع بعض عشان يحصل على احدث على افضل ايه؟ افضل نتيجه. تمام؟ طبعا لما يستخدم الاي بي او هات مع السي بي او هات مع الاي او سي بقى الثلاثه يوصل في البيز دوت للليميتيشنز للحمل
قليله قوي، انك ما توصلش الليمت كبيره، ان بدل ما تجيب 280 روح اعمل لك ليمت يقول لك لا خليك 250، حط شويه اي بي اوهات ماشي ممكن ترفع ل 255، حط معاهم سي بي اوهات ممكن ترفع ل 265، طب حط معاهم طيب الاي اي سي سيستم ممكن البيس لود يبقى 270 والوحده تبقى مستقره من ناحيه الايه، من ناحيه الاحتراق. خلاص اللي هو بيجمع الباسيف والاكتف ميجرز مع بعض عشان يستفيد بيهم. تمام، ده بالنسبه للاي بي او والايه والسي بي او. طب ايه هو الاي اي سي سيستم بقى؟ شغل اجهزه كله يا جماعه، نركز بقى مع بعض. المنظر ده طبعا مش غريب علينا. الكمبريسور بتاعنا اهو، وطرد الكباس، ومنطقه البلينيوم، وهذا الغرفه بتاعتنا، وهذا الفونيا، والفلين تو تيربين. خلاص دي التربينه بتاعتنا. اللي داخل للبرنر مين؟ الوقود. الراجل قال لك انا هعمل حركه حلوه قوي بقى. انت يا عم الحاج هيحصل عندك هنا هامنج، متفقين؟ الهامنج دوت انا هروح مركب سنسور هنا اسمه ايه يا جماعه زي ما اتفقنا امبارح؟ بيزو بريشر ترانسديوسر. هيبدا يقيس النبضات الذبذبه اللي في المنطقه بتاعت الايه؟ الفونيا دي. ويبدا الراجل دوت لما يقيسها ياخد الاشاره بتاعت القياس يدخلها على كنترول سيستم. الكنترول سيستم دوت ابسط مكوناته مكونين، امبليفاير وفيز شيفتر. الامبليفاير البيزو بريشر ترانسديوسر يا جماعه الدخل بتاعه ايه؟ اشاره ميكانيكال. اشاره ميكانيكال. تمام. الخارج بتاعه اشاره ايه؟ الكتريكال. هل ينفع انا اخد الكهرباء ديت اشغل بيها حاجه؟ لا طبيعي، ادخلها على امبليفاير عشان اطلع بيها اشاره كهربائيه محترمه تشغل اي حاجه، موتور، فالف، اي حاجه. يبقى امبليفاير. وبعد كده فيز شيفتر. يبقى انا باخد الموجه اللي اتقاست من هنا، الانبوت هنا كان ويف والخارج كان ويف برضه. بس الكتريكال ويف، هاخد الكتريكال ويف واعمل لها امبليفيكيشن بامبليفاير بقت قيمتها كبيره بالملي فولت وبالملي امبير وكده. خدت انا القيمه الكبيره دي بنفس الفريكوانسي ودخلتها على فيز شيفتر، اديتها فيز شيفت من 90 ل 180، اصبح عندي موجه كهربائيه متردده بنفس تردد الهامنج ومتشفته عن تردد الهامنج بشيفت كبير يعمل لها ايه؟ دم. ورحت واخد الاشاره مدخلها على حاجه اسمها دايركت درايف فالف، اشتغل بنظريه اللينير موتور. لينير موتور اللي هو كويل ومغناطيس ويتحرك كده وكده زي السولونويد ما بيقفل ويفتح. بس ده يعتبر اي سي بقى مش دي سي، لان الويف اللي داخله مالها متغيره. فيقوم التغير بتاع الويف يبقى عامل زي سماعه الكاسيت لما شرحناها امبارح، قلنا المغناطيس والملف والاشاره اللي داخله للسماعه بتبقى ايه؟ بتهز الديافرام بتاع السماعه بالترددات اللي هي جايه من البروسيسور بتاعك اللي هو قاري من شريط كاسيت او قاري من سي دي او وبيعمل ترددات يخلي رق السماعه يتذبذب بنفس تذبذبات الايه؟ الخارج بتاع البروسيسور بتاعي. يقوم الذبذبات دي تذبذب مين المحاوط بيها؟ الهواء. الهواء ياخد نفس ذبذبه السماعه يقوم يجنريت الايه؟ الصوت، تلاقي الصوت اللي البروسيسور قراه من الشريط او من السي دي او من الكلام ده. كذلك هنا برضو بالظبط هتدخل الاشاره الكهربائيه على الدايركت درايف فالف، برضو هتلاقي ماجنتيك كويل او 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 او, أو, أو بيرمننت ماجنت. والكويل اللي داخل عليه الاشاره اللي جايه من الكنترولر اللي هي الامبليفايد وشيفتد، وتبدا الاشاره تعمل ايه في البلف؟ تدي له حركه تردديه بنفس تردد الموجه اللي هنا. فتقوم الحركه التردديه تعمل ايه في الخط بتاع الغاز؟ طبعا انت عشان تعمل الحركه دي على خط غاز مش هتعمل على البري ميكس ولا الديفيوجن، تعمل على البايلوت الصغير تقدر تكنترله بايه؟ بمزاج يعني. زائد ان البايلوت تاثيره عظيم على البري ميكس لان هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي له الفضل بعد ربنا في حته ان هو يعمل استقرار للهب، وهو ده اللي ممكن يخلي اللهب يتعفرط برضه لو حصل فيها ايه؟ اي مشاكل. انت بتروح عامل البلف على الخط بتاعك، ادي الرنج بتاعت البايلوت جاز اهي، دي الرنج بتاعت الوقود، وده الخط اللي جاي من الرنج راح للفونيا، بتروح انت حاطط فيه البلف ده، سيبك من دي دلوقتي، تروح حاطط البلف ده. ونتيجه الويف اللي داخله له هيبدا البلف يعمل ايه يا جماعه؟ يقفل ويفتح بنفس تردد الهامنج، بس متشفت عنه بالفيس شيفت اللي خده من هنا. تمام لحد دلوقتي؟ البلف ده في النورمال اوبريشن لو مفيش اشاره جايه ولا مفيش هامنج بيبقى فاتح بنسبه 50%، ديزايند ان هو عند 50% يعدي لك كميه البايلوت اللي انت عايزها، يعني كانه حته ماسوره، كانه اورفيس ثابته.
اول ما تحصل المشكله الاورفيس الثابته دي تبدا تقفل وتفتح. العمق اللي بتقفل فيه والارتفاع اللي بتفتح فيه معتمد على الامبليتيود، وسرعه النزول والطلوع معتمده على الفريكوانسي بتاع الموجه زائد الشيفت اللي خدته من هنا. يبقى انا عملت هنا جنريشن لايه؟ لويف. فكل ما قلنا ان احد اسباب الهامنج تذبذب الوقود، طب ما انت عملت تذبذب للوقود اهو. فاكرين لما اتكلمنا بقى الصبح وقلنا لما نعمل تذبذب للموجه جوه الخط حاجه وبين الغرفه والخط حاجه ثانيه، احنا هنا بقى عملنا التذبذب في موجه جوه الخط فعلا، بس خليناها اوت اوف فيز بقى مش ان فيز. يعني خلينا لو الخط فيه تضغط عملنا تخلخل بالتخنيق والعكس بالفتح، فاصبح الموجه اللي بتحصل في خط الغاز هنا لا ده عكس لو كان البايلوت هو السبب. انا بتكلم يعني على شبه يعني، لكن نرجع لكلامنا تاني ان انا عملت تذبذب للفلو بتاع البايلوت هنا. لما عملت تذبذب للفلو بتاع البايلوت خلى الفليم بتاع البايلوت يعمل ذبذبه مساويه للتردد بتاع الهامنج اللي هو اصلا كان اساس العمليه كلها، فاصبح عندي موجه هامنج اخرى بسبب مين؟ البايلوت فليم. يبقى البايلوت فليم بيعمل هامنج والبريميكس بيعمل الهامنج الرئيسي اللي كنت انا قايسه، والاثنين هامنج نفس الفريكوانسي، بس انا كنت مشفل الفريكوانسي بتاع مين؟ بتاع الهامنج اللي ناتج عن البايلوت، لان انا متحكم هامنج متحكم فيه زي المضاد الحيوي بالظبط، كائن حي ضد كائن حي بيفرتكوا بعض وانا اجيلي شويه سخونيه واخف. تمام؟ هو هنا كذلك برضه مضاد حيوي ضد الايه؟ ضد الحاجه اللي جوه، هامنج ضد الهامنج، لا يفيد الحديد الا الحديد. عملت انا موجه هامنج بالبايلوت نفس الفريكوانسي بس متشفتها، عملت ايه الموجه الرئيسيه؟ عملت لها دامبنج مش كده ولا ايه؟ ولا احنا فاصلين في الحتات؟ لا تمام تمام. عملت انا كده دامبنج لمين؟ دامبنج للهامنج. خلصت كده؟ يحصل بقى في الستارت اب، يحصل في البارت لود، يحصل في الفول لود، السيستم ده شغال معايا في اي ايه؟ في اي لحظه وفي اي حمل وفي اي كونديشن، عشان كده اسمه اكتف انستابيليتي كنترول اي اي سي سيستم. خلاص؟ ده براءه اختراع من سيمنز هي اللي عاملاه. ماشي يا جماعه؟ طيب ايه ده الفوليوم ده معمول ليه؟ ده عباره عن انتفاخ علشان لما يجي التذبذب اللي هنا يسمع ورا يحصل له دامبنج في الحجم الكبير ده. لانك لو الفونيا ديت هي اللي معيوبه واللي جنبها واللي جنبها سليمه، التذبذب اللي هتعمله هنا هيعمل دامبنج في دي ويجي للذبذبه اللي الباقيين ويروح مبوظ الدنيا، فلازم تعمل اتفاق قبليه او تعمل ايه؟ هو احنا كنا تحط اورفيس النوز اللي جاي من الماسكولوريت بتاع جاي نتيجه مثلا لمشكله في البلف او اي حاجه في البلف، فبتسبب المشكله دي هتسببه في البايلوت في البرميكس. ماشي. هو انا غلطت ان انا ضربت اكزامبل بالاوسيليشن بتاعت الفيول ماس فلو، واحنا لما كتبنا الاسباب كان ده احد الاسباب مش هو السبب الرئيسي. يعني ممكن يكون التذبذب في الهواء، ممكن يكون التذبذب في حاجه ثانيه، خدت بالك؟ ممكن يكون التذبذب لاي سبب. زائد حاجه كمان بقى في الاي اي سي سيستم، لان الاي اي سي سيستم موجود على شاشه السيميليتور دي، يعني بغض النظر عن حته ان هم على خط واحد تمام، السبب ممكن ما يكونش تذبذب الغاز، تذبذب الهواء، حركه طريق اي، بس فرضا يا اخي ان السبب كان تذبذب الغاز، فرضا كان السبب تذبذب حركه بلف الغاز تمام، ساعتها هيبقى الخط اللي انت بتعمل بيه دامبنج هو اللي اصلا ايه عامل السبب او واخد نفس الايه السبب. اولا لو كان هو السبب هيحصل بقى العمليه اللي احنا اتكلمنا فيها، ان لو كان هو السبب وبيعمل ذبذبه انا بعمل شيفت، فكده كده هيخمد نفسه، بس لما هيخمد نفسه هيبقى الخارج بتاعه هنا ايه؟ يعني لو انا استغليت الذبذبه اللي هنا انها تخمد الذبذبه اللي جايه في خط البايلوت، هيبقى الخارج بتاع الاثنين صفر، ان دي غلبت دي وفي الاخر ما عملتش حاجه برضه. فعشان تتجنب الحته دي خالص بتعزل انت خط البايلوت كله عن الايه؟ عن المنظومه. المنظومه بتاعتنا كانت ايمرجنسي ستوب فالف وثلاثه برانش بعديه، بايلوت بريميكس ديفيوجن. دلوقتي اصبح ايمرجنسي ستوب فالف بريميكس وديفيوجن، وخط ثاني ايمرجنسي ستوب فالف وكنترول فالف بتاع مين؟ بتاع البايلوت. يعني اصبح البايلوت جاز سيستم، بايلوت جاز مين سيستم بقى لوحده، ملوش دعوه بالامرجنسي ولا الخطوط بتاعت الغاز اللي هي الايه؟ الرئيسيه. ده في الاي اي سي سيستم بتلاقي عندك في السكيده بتاعت الغاز، لو لقيت في سكيده الغاز بتاعت الوحده الغازيه اثنين امرجنسي ستوب، واحد بعديه خطين، واحد بعده خط، تعرف ان اللي بعديه خطين ده بتاع البريميكس والديفيوجن، وطبيعي بتاع البايلوت هتلاقيه اصغر منه، وهتلاقي بعديه بلف كنترول بس اللي هو بتاع البايلوت جاز. تعرف ان الوحده دي مزوده بنظام الايه؟ الاكتيف انستابيليتي ايه؟ كنترول. حته السنسنج بقى بتاعتك هنجيب رسمه ثانيه هتفكرنا بحاجه في المحاضره الاولى.
تركه حلوه يعني. هنا بس هنعرف اسم الفيجر يوز اوف ذا سيمتري اوف ازيموثال مودز. الازيموثال مودز احنا قلنا في كام مود للويفز؟ ثلاثة. اللي هما اللينجوتيودينال لو انا على طول الغرفه كده وترانسفيرس والروتيشنال. الروتيشنال اسمه الازيموثال مود اللي زي ما ضربنا بيه مثلا قلنا الشمس الازيموس انجل زاويه الميل بتاعت الشمس ان الشمس بتاخد مدار كده. طبعا فعليا الارض اللي بتلف بس احنا هنتكلم على رؤيتنا الشمس بتاخد مدار حوالينا كده. فعشان كده جه الاسم كلمه ايه ازيموثال مود واخد ازيموث مسار. يوز اوف ذا سيمتري اوف ازيموثال مود. احنا قلنا السيمتري بتاعت الازيموثال مود دي كانت بتضرني في ايه؟ في الباسيف ميجرز اللي هي لما كنت انا بقول لك ان ديت الغرفه ده الانر وده الاوتر بغض النظر عن التجهيزات دي. مش كنت بقول لك ان في حاجز وحاجز وحاجز عشان نعمل دامبنج حته ان كان في سيمتري بين الويفز وبعضها اللي بعد كل 180 درجه بتلاقي نود اللي هي نقطه التقاط بخط الصفر بقى. المنظر ده عشان تبقوا بس ايه ما فاهمينه كويس. دي دايره اللي انا ماشي عليها اسبوع عليه. ها؟ واخدين بالكم؟ والتانيه دي دايره تانيه خالص. هو قصده بالدايرتين دول ايه يا جماعه؟ كانه هو حاطط طوق اللي زي ما كنا حاطين الدبل والقلم كده. واخد المنظرين. واخد المنظرين مع بعض يا جدع حسام. واخد المنظرين في رسمه واحده الراجل. وصلت؟ ان انا عندي مثلا دي ويف او ده وضع للويف اهو. الوضع الثاني بعد 180 درجه بيبقى ايه كده على اعتبار ان الويف دي بتعمل ايه ماشي. لكن احنا طبعا قلنا بيحصل لها ايه اصلا روتيشن. فهو بيعتبر ان وضع والوضع اللي بعديه 180 درجه يعني. يعني البيك في نقطه والبيك والفالي في النقطه الثانيه بتبقى عامله ازاي يعني. او البيك في النقطه الثانيه خلاص. فهو الراجل عامل الويف في الحاله ديت. وبعد كده بتكلم على حته ان الويف نزلت وجت كده خلاص على اعتبار ان هي طوق ملفوف حوالين الدايره اللي في النص وعمال يتمرجح طالع نازل. بس تفهم انت منه ايه؟ وهو طالع لفوق يضغط فين؟ في السنسور ده. طب وهو نازل لتحت؟ بيضغط في السنسور اللي تحت. طب ما خلاص يا عم طالما بيضغط في السنسور اللي فوق بيه. طب ما انت لو حطيت سنسور تحت السنسور ده هيقرا ايه؟ الفالي. ما هي بيكس وفاليز قيمه مقعاه. لو واحد قرا بيك اللي بعده ب 180 درجه هيقرا الايه؟ هيقرا الفالي لان الموجه متماسكه. خلاص حط سنسور واحد اهو سنسور واحد بس اهو. لو السنسور ده قاري الفالي تعرف ان الثاني قاري البيك. ولو ده قاري البيك يبقى الثاني قاري الفالي. يعني لو ده قاري موجه بواحد في الويف يقرا الثاني ايه؟ سالب واحد. قال لك خلاص نستغل الحته ديت ان احنا بدل ما نحط على كل فونيا من ال 24 فونيا سنسور نحطه على 12 فونيا بس. الفونيا رقم واحد بعد 180 درجة هتقابل الفونيا رقم 13، والفونيا رقم اثنين هتقابل 14، والفونيا رقم ثلاثة هتقابل 15 وانت ماشي. يبقى كل فونيا بتقيس نفسها والفونيا اللي بعدها بكام فونيا؟ 12 فونيا. لذلك هنا هقول لك لو ده سنسور واحد يبقى انت مركب الفالف رقم واحد على الفونيا رقم واحد. خدت بالك؟ الخارج بتاع سنسور واحد يخدم مين؟ يدخل على الكنترول سيستم اهو. يخدم الفالف اللي على الفونيا رقم واحد وبعد كده اعمل له انفرجن اقلبه اشفته 180 درجه او اضربه في سالب عشان يخدم معايا الفونيا رقم كام؟ 13. الفرق بين 1 و13 اللي هم 12 فونيا، 12 فونيا اللي هم نص الايه؟ المسافه من 24 اللي هي 180 درجه، نص الدايره بيبقى على 180 درجه، وصلت الحته دي؟ وممكن هو بقى يستغل حته ان ده الفيرست مود طبعا، ده كده الفيرست مود. لما احنا قلنا الفيرست مود لو انت حطيت الحاجز بتاعك، نرجع تاني لحته الحاجز ونستغل الرسمه دي. كنا بنقول ايه؟ هنحط حاجز مثلا وما تحطش الثاني على بعد 180 درجه. لان ده لو اصطاد الصفر نقطه الصفر ايه؟ التقاء اي دايره منهم بالصفر. الثاني هيصطاد الصفر فانت تروح ايه؟ تعمل فيها في العصر تروح عامل ايه؟ تخليها على 90 عشان اخمد البيك. افرض ما كانتش هي الفوندمنتال. افرض كانت السكند. هتلاقي صفر هنا وصفر هنا وصفر هنا وصفر هنا. تعال ندور على رسمه تكون فيها السكند واحنا نفهم الحته دي. يا رب تكون موجوده في الورقه دي بس.
لسه زحمة؟ تكون الصورة أوضح شوية برضه هنريحها نبص عليها بصة يعني. واضح هنا يا جماعة الصورة دي أوضح شوية ها؟ إن أنت أدا ويف أهي. وهي هي نفس الويف برضه تحت بس في الوضع التاني يعني إيه؟ يعني طلعت لفوق عملت البيك هنا وشاف يعني كأنك بتزق فوق وتشفط من تحت. تبتدي تزق تحت تشفط من فوق بنفس المقدار. فقال لك خلاص قيس في نقطة ويبقى نفس القيمة بالسالب في النقطة الإيه؟ المقابلة لأن الموجات من أحد الخصائص بتاعتها إنها بتبقى إيه؟ سيمتريك متماسكة. خلاص وبعد كده الخارج بتاع نفس الكنترول لوب نفس الخرج ده اللي هو كان عنده السنسور والخرج اللي كنت بستغل فيه حته السيمتري بضربه في ايه؟ سالب واحد او بعمل له انفرت او شفته 180 درجه. تعال نشوف كده يكون رسمه ثانيه فيها ال فيها الويب كده بقى هتضطروني بقى كويس جدا كذا. ايوه حسن المعضله كده. ده منظر ايزومتريك للغرفه يا جماعه. واخد لك فيه قطاع بس جزء كده عشان بيقول لك الجزء الانر اهو الانر والبلاط والفواني وده الاوتر اهو ودي الفواني تمام. خلينا بقى في الجزء اللي هي الاهم. كان الراجل بيقول لك ان ده ايه؟ هذا الانر وهذا الاوتر. لو ملاحظ بقى انت ملاحظ من ايه كده؟ الملاحظ كده ان انا عندي ايه؟ الدايرتين بقى عاملين ازاي يا جماعه؟ بقى شكل بيضاوي. شكل ايه؟ بيضاوي. لو انت رسمت شكل بيضاوي داخل دايره هنعتبر يا سيدي ان الاوتر دي الدايره بتاعتنا. مش هي الويف الفوندمنتال كانت اصلا دايره؟ زي الدبله كده وقعدنا مرجعها فوق وتحت. طب لو حولت الدايره ديت لشكل بيضاوي بعد ما كانت الدايره بتدي بيك في حته وفالي في حته الشكل البيضاوي هتلاقيه بيدي ايه؟ بيدي بيك في ناحيه وبيك في ناحيه وفالي في ناحيه وفالي في ناحيه. ولذلك دايما لما تلاحظ ان احنا لما نرسم ساين ويف فاندمنتال وتيجي ترسم السكند جواها تلاقي البيك نص الموجه الواحد في الفاندمنتال تلاقي فيه في السكند ايه؟ بيك وفالي. صح؟ يعني في بيك وفي فالي. يعني الحركه الواحده او الاتجاه الواحد في اتجاهين في الايه؟ في المود اللي هو المضاعف بتاعه وانت ماشي. فطبعا ناتج عن كده ان انت بدل ما كان عندك بيك فيه نقطه واحده للبدايه ونقطه للنهايه اصبح نقطه البدايه ونقطه نص ونقطه نهايه. اللي هو ايه؟ النقط بتتضاعف. فقال لك خلاص والله السنسور اللي هيقرا في الحته ده هي هيقرا ايه يا جماعه السنسور؟ ساوند بريشر اللي تمام؟ هيقرا السنسور من هنا نفس القيمه اللي قراها الثاني بس من غير انفرجن بقى. وبعد 90 درجه بالظبط او بعد كام درجه بقى؟ لا بعد 45 درجه هيقرا الصفر وممكن بعد 90 درجه يقرا الايه؟ القيمه بتاعت الايه؟ الثاني. خلاص؟ فانت بتستغل بالشكل دوت حته الايه؟ السكند مود ان انت تخلي بدل ما انت عندك 12 سنسور ايه؟ يبقوا 6. ال6 يبقوا لمين؟ لل 24 بيك مع بيك بتاع واحده ويعني بيك والبيك اللي قصاده والفالي والبيك اللي قصاده الناحيه الثانيه تمام. لو حته يقلل الايه؟ يقلل السنسورز. المره طالما احنا فاتحين الفيبر دي بقى نستغلها في شويه ايه؟ في شويه حاجات. اولا السيستم اللي احنا اتكلمنا فيه يا جماعه اهو نكبره تاني عشان ما كانش واضح في الرسمه الاولى برضه. اهو ادي غرفه الحريق وادي السنسور بتاع البيزو بريشر ترانسديوسر بيقيس الهامنج على الكنترولر اللي هو امبليفاير وفيس شيفتر. الدي دي في او الدايركت درايف فالف يعمل للبايلوت الجهاز اللي جاي من الرينج بقى. الرسمه بقى كان سيستم للرينج اهي والميلينيوم تشامبر ده عشان تعمل خمب للايه؟ للذبذبه. بيعمل ذبذبه للغاز البايلوت اللي جاي من هنا تمام في الفيد تيوب بتاعته عشان يعمل تذبذب هنا مضاد للذبذبه الرئيسيه اللي هو متشفت عنها. خلاص؟ ده اللي هو الايه؟ السيستم انستليشن. طب الدايركت درايف فالف ده عشان الجماعه بتوع الاجهزه ينبسطوا. هذا المنظر بتاع الدايركت درايف فالف ده كونكتور تمام؟
في عندك الجسم بتاع الفالف نفسه اهو، في عندك هنا كويل، كويل اهو كويل تمام، ده ثابت، والمتحرك اللي هو اللي الشافت ده تمام، وفي سبرينج بيعمل له سنترنج. ليه؟ علشان لما افصل الاي او اس سيستم اسيب البلف يقفل ولا يفتح خالص؟ ما ينفع خالص، لا 50%. انا قلت البلف لما يكونش سيستم شغال يثبت عند 50% تمام، وابدا انا اديله البلصات الكهربيه، اديله بلصات زق السوسته ترجعه، السوسته ترجعه، لما اشيل البلصات خالص يفضل واقف فين؟ في البوزيشن بتاع السوسته اللي هو الوضع بتاع الايه؟ السنتر اللي هو وضع 50% اللي هو متظبط عليه ان هو يدي الفلو في الحاله الطبيعيه تمام. واكيد بقى فتحات الدخول والخروج اللي هي دي ودي، ان هو يفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل، فيعمل ذبذبه فين؟ يعمل ذبذبه في الفلو. هنا طبعا في بوزيشن ترانسديوسر عشان يديك الفتح واثناء التذبذب تمام، والكونكتور ده بقى هتلاقيه بقى العلبه البوكس بتاعتك اللي فيها الاشارات ده والحاجات دي تمام يا جماعه. ده اللي هو الايه؟ الدي دي في فالف او الدايركت درايف فالف تمام. الراجل هنا بيوضح لك حته الايه؟ المود ده يا جماعه. الراجل هنا بيقول لك عشان برضه يفهم الناس برضه ان الموجه في الـ في الـ في البولر الويف اللي هي في الكارتيزيان بتبقى ساين ويف، لو حولتها بولر يا جماعه بتبقى ايه؟ بالاروس سيتا بتبقى دايره، مش هي هي الساين ويف في الكارتيزيان كامبليتيود وزاويه اوميجا تي يعني. ممكن في البولر سيستم اللي هو علاقه بين الراديوس والثيتا او الار والثيتا تطلع شكل دايره، لان الدوران اصلا الحركه الدورانيه ما هي الا ساين، ما هي الا ويف بيبدا ويلف ويرجع بعد 360 درجه لنفس الايه؟ لنفس المكان تمام؟ طيب البيك بتاعتك هنا اهي والفالي تحت هنا، المعروف ان طالما انت حصل عندك بيك في الجزء ده على 180 درجه يبقى فيه ايه؟ فالي. الراجل رسمها لك هنا في الكارتيزيان اهو، ان لو انت عندك بيك هنا الموجه الثانيه هتبقى فين؟ في الفالي تمام يا جماعه. هنا الساوند بريشر او الهامينج عند فالف رقم كام؟ واحد. المنقط الساوند بريشر عند الفالف رقم كام؟ يعني اللي انا الرقم اللي هقيسه هنا هو هو الرقم ده بس سالب من الاخر، فبيوفر السنسورز بدل ما هم 24 واحد يبقوا كام؟ 12. يبقوا 12. طب ممكن تستفيد اكتر؟ اه ممكن استفيد اكتر. الفالف رقم واحد بياخد اشاره من سنسور رقم واحد. سنسور رقم واحد بياخد الخارج دوت يدخله على الكنترولر، الكنترولر بيعمل ايه بقى؟ يوزع القيمه بالموجب لناحيتين، الناحيه اللي كان عندها السنسور والناحيه اللي هي المقابله ليها ب 180 درجه. فاكر ال 180 درجه كانت بتبقى بالسالب في البيت في الفيرست مود، في السكند مود بتبقى البيك قصاد البي، لما انا قلت لك الشكل البيضاوي بيعمل بيك و180 درجه بيك ثاني، وعلى 90 درجه من كل واحد فيهم يعني ده من ده 90 درجه تلاقي ده اشارته عباره عن نفس الاشاره بتاعت الموجب مضروبه في سالب واحد، وعلى 90 درجه من 13 رقم 19 اشارته جايه منين؟ اهو برضه نفس الاشاره في السالب. فانت عملت سنسور واحد اشتغل على اربع ايه؟ فواني، 24 على 4 فيها الستة، يبقى تحط ستة سنسور بدل ايه؟ طب انت شكل البيضاوي ده يناظر ايه؟ الشكل البيضاوي يناظر ايه بقى؟ عشان انا قلت لك ان الشكل الدائري الموجة بتاعته ساين ويف بتعمل كده؟ لا الموجة الساين ويف هي في الفوندمنتال بتبقى دايرة مثلا تطلع وتنزل. طب البيضاوي بقى؟ شوف لحظة ان دي بتطلع وتنزل، بيك فالي تحت، بيك تحت فالي فوق، طب الجناب؟ مفيش تغيير كبير. طب بص هنا بقى بيك وبيك وفي الجناب ايه؟ ماشي تمام. لا تمام ايه؟ رد عليا. بيك وبيك يعني وانت بتطول هنا بتطول القطر من هنا بتأثر القطر هنا، فبقى بتعمل بيك قصاد البيك ب 180 درجه وتعمل فالي قصاد الفالي وترجع تعمل بيك وبيك وفالي وفالي، يعني الموجه بتبقى بتعمل كده ساعتها، بدل ما بتعمل كده تبقى بتعمل كده. انا بتكلم الدايره دي مودلنج للساين ويف صح؟ ماشي ماشي. انا عندي الموج اصلا برضه هي الساين ماشي صح؟ ازاي خليتها بيضاوي؟ ادي دايره اهي، اسمعني بس اسمعني بس، دايره اهي عايز اخليها تعمل ايه؟ موشن. اه موشن ايه؟ ساين. هتعمل ماشي. هتعمل في النص بيك وتبقى فالي في نفس اللحظه، وفالي بيك وفالي، الشكل ده برضه حركه موجيه فهمني؟ غير لما تبقى دايره واحده عايز تعمل بها بيك وفالي اتنين بس، يبقى بيك ومعاه الفالي بتاعه وينزل بيك ومعاه الفالي بتاعه، لكن هنا بعمل اتنين بيك في نفس اللحظة وكل واحد معاه الفالي قصاده. وصلت؟ تمام. كويف كويف عامة يعني مش كسيركل لازم تاخد بالك، ممكن تبقى نفس الدايرة
في الحاله بتاعت الاستدي بتاعتها اهي. بس بدل ما تعمل كده وكده هيبقى بيك وغالي. يعني بعرف انها انديكيشنز يعني ان مثلا دي تبقى مثلا ما دي تبقى بيك تبقى دي كذا وكذا. ايوه الفوندمنتال شرط تبقى الفوندمنتال بيبقى الويفل واحده فيها بيك وفالي. لو انت ركبت على نفس السكيب بتاع الفوندمنتال السكند هتلاقي ايه؟ اتنين بيك واتنين فالي. كل نص موجه من الفوندمنتال فيها موجه كامله منين؟ من التو. وكل نص موجه من الفوندمنتال فيها ثلاثه منين؟ من السيرف. واربعه من الفورس وانت ماشي بقى. وكل ما تقطع كل ما تستغل الايه؟ البرو. فانت اقل عدد ممكن تحطه من السنس اكبر عدد ممكن تحطه كام؟ 12. ما تزودش عن كده هيقيس لك الفوندمنتال. والله لو انت اشتغلت مش على الفوندمنتال اشتغلت على مين؟ لو انت اشتغلت على السكند خلاص يا جماعه ال 12 هيتعطلوا اشتغل منهم 6 او يشتغلوا ال 12 وال 6 يشتغلوا ويأكدوا اشارتهم بمين؟ بالسته التانيين لو انت شغال على الايه؟ تمام كده؟ والخارج بتاعهم يطلع لمين؟ للسيستم بتاعك. تمام كده؟ هنا بقى الراجل بيديك بقى الايه يعني بيمن علينا بقى الراجل اهو. الراجل رسم لك هنا تشارت هنا ايه؟ بيقول لك مثلا arbitrary units يعني وحدات اختياريه كده ايوه ايه للتوضيح بس. هنا بقول لك الساوند بريشر سبيكترم ده السبيكترم يا جماعه امبليتود لفريكوانسي. هنا بقول لك الاي اي سي سيستم واخد اون في اللي قبله كان واخد ايه اوف. فوق هنا اللي مش شايف في الفيديو بقى دي كلمه اوف حاله الاوف وحاله الاون. في حاله الاوف كان بيقول لك ان كان في ترددات بقيم عاليه يعني امبليتودز عاليه عند تردد كام؟ عند تردد قريب من 100 هرتز مثلا او 90 او حاجه زي دي. تمام؟ لما انت عملت بقى اي اي سيستم اون حصل ايه؟ السبيكترم ات سويتش اوفر ويز اي اي سي سيستم ادجستد تو ذا 90 هرتز اوسيليشن. يعني اخمد ال 90 هرتز اوسيليشن. تمام؟ والاوسيليشنز اللي كانت هنا في الناحيه اللي كان فيها اوف زي ما هي هنا او حصل ايه بقى؟ سبيكترم ات سويتش اوفر التحويل يعني ويز اي اي سي سيستم ادجستد تو ذا 90 اند 250 هرتز اوسيليشن. طبعا ال 250 هرتز اهي لو تلاحظ لو احنا زومنا بس عشان الفيديو يبان في كيرفين على بعض يا جماعه. تمام؟ واحد كبير وحصل له اخماد، يعني الكبير ده ما اتعملوش اخماد ليه من المره اللي فاتت؟ لان انا كنت عامل اخماد لل 90 هرتز. تمام؟ طب لما عملت اخماد لل 90 وال 250 ال 90 اتخمدوا خالص وال 250 ايه؟ قال له شويه. شايفينها؟ المنقط ده بعد ما كان القيمه بتاعته كده بقت كده. ما انت خد بالك ان احنا قلنا البلف بيعمل ايه؟ بيتذبذب. عشان تذبذبه بذبذبه واحده بس سهله. لكن تطلب منه انه يتذبذب ب 90 و 250 في نفس الوقت هتلاقي الويف اللي طالعه في الاخر عامله ازاي؟ ما هياش ساين ويف عدله بقى، هتلاقي فيها ايه؟ الريبلز اللي هي بتاعه الجمع موجتين مع بعض. فالراجل طبعا البلف مش هيقطع نفسه. فممكن ان هو بيخمد لل 250 تلاقيه بيامبليفاي لل 90، بيخمد لل 90 يامبليفاي لل 250. بس احنا اتفقنا ان دايما الفوندمنتال ويفز او الترددات المنخفضه بتبقى مصاحبه تبقى هي الدوميننت. فانت يفضل ان يكون يكون بايس للمين بقى في حته الدامبنج للفريكوانسي الاقل. فبقول لك في الحاله اللي هتخمد فيها 90 خالص هتقلل ال 250 شويه كويس. اخمدنا واحده خالص وقللنا واحده. بدل ما تخمد واحده وتسيب واحده زي ما هي او بدل ما بتخمدش خالص. او بدل ما تنقص شويه من هنا وشويه من هنا ويفضل ال 90 برضه الشويه اللي فاضلين فيها كتير. فاهمني؟ اللي هو بقى ايه التطوير وده العيب اللي انا قلت لكم عليه بقى اللي هو حته الناس لسه بتبحث وافضل حاجه وصلوا لها الاي اي سي. بس الاي اي سي برضه هتلاقيه هو كمان فيه بعض الايه؟ العوائق. ان انت ما عندكش ويف واحده، ما عندكش بند واحده بس، ده انت عندك فيرست وسكند وثيرد وفورس وانت ماشي. الراجل لما يحب يشتغل هيشتغل على انهي واحده؟ هيختار بقى اقوى اثنين ويشتغل عليه. زي الارجو سيستم ما اختار اثنين ليفل من الفريكوانسيز وقال لك لما هم يوصلوا لخيام معينه اعمل ايه؟ تخفيض اللي هم ليفل واحد وليفل اثنين اللي هم ال 120 هرتز وال 170 هرتز. خدت بالك؟ لكن في 120 وفي 170 وفي عندك 350 وعندك 540 وعندك وانت ماشي في قصور كمان. بس هو استغل الاثنين دول لانه لاحظ ان كذا مره تريب ماكسيمم 3 الاثنين دول بتبقى القيم فيهم ايه؟ عاليه. معلومه لله بقى في كذا ماكسيمم 3 حصل وانا في التشغيل دورت في الارجوس لقيت ان الماكسيمم 1 الليفل 1 والليفل 2 اللي هم ال 120 و 170 ومعاهم ال 360 او 350 الرينج بتاع 340 ل 360 هرتز. هو كمان معاهم بيدي امبريتود عاليه وتقريبا كمان لو كل واحد فيهم واحد قاري 8 والتاني قاري 9 ده كان بيبقى قاري 12 13 يعني اصلا بيقرا اقوى منه. يعني يعني التردد اللي هو في رينج 360 في الغرفه بتاعتنا في وحدتنا بيبقى اقوى في الامبليتيود من الفريكوانسيز بتاعت ليفل 1 و 2. يعني سيمز المفروض لو كويسين
يضيفوا لنا في الوقاية بتاعت الارجوس بس حاجة اسمها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 اكبر من ماكسيموم 1 او اكبر من ماكسيموم 1 يعني يدخلوا معاهم الرينج بتاع التردد من 340 ل 360 زي ما هو عامل من 115 ل 120 كده تمام. ده في الفيديو كده علشان اللي يقدر يطلب الحاجه دي يعني. لان كذا مره تريد كنت بلاحظ ان الامبليتود بالطبع بيبقى عندك 3 ويف 3 ويف في السبيكترم بتلاقي مثلا لو السبيكترم كده تمام نجيب الثاني اللي كان فيه ويفز اهو السبيكترم ده بتلاقي عندك هارمونكس فيرست سكند ثيرد فورث فيفث وانت ماشي. كان دايما اللي بيطلعوا لك في الماكسيموم 3 في التريب بتلاقي الفيرست والسكند والثيرد او تقريبا الفيرست في سيمز 90 على فكره ماشي. فالمفروض ال 170 ده السكند ال 120 ده سببه ايه انا مش عارف يا جماعه بصراحه تمام. فانا اللي اعرفه الفيرست السكند الثيرد 90 180 وانت ماشي تمام. ايا كان بيبقى عندك بيك وبيك وبيك ال 120 وال 170 وال 360 بيبقى موجود معاك تمام. لو قلنا ده بيبقى عامل كده ده بيبقى عامل كده 360 بيبقى عامل كده بيبقى اقواهم يعني. فلو هو عايز يعمل بريدكشن في الارجوس سيستم عشان يمنع المصيبه ما يعملش بريدكشن على ليفل 1 وليفل 2 بس يحاول لو يقدر يدخله ليفل 3 في الوقايه ديت لانه ربما ديت تكون بامر الله هي الايه العائق قدام التريب الماكسيمم 3. ان كنت دايما بتلاقي لما تيجي تحلل الفريكوانسز تلاقي لحظه التريب الماكسيمم 3 كانت الفريكوانسز 120 و170 اريا قيم عاليه قد طلعت تريب 8ات و9ات وكده بس كنت بتلاقي الثاني اريا 13 12 14 بيبقى اريا اعلى منهم. يعني معناه ان 360 ده يعتبر اخطر تردد في ترددات الايه الاكوستيك بتاعه غرفه الحريق بتاعتك تمام. دي معلومه ايه عشان تبقى متسجله بس في التاريخ. ولو انت حصل ماكسيمم 3 الجا الارجوس سيستم بسرعه على الوينت اس او كمبيوتر الارجوس تحت وحاول تشوف السبيكترم هتلاقي الثلاث ترددات موجودين البيكس فيهم عاليه وهتلاقي مين الاعلى فيهم مين ال 300 وايه ال 360. خلاص عرفنا الاي اي سي سيستم كده يا جماعه عرفنا الاي اي سي سيستم كده كده يبقى احنا ايه